اسمع اسمع بعطيك 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 خذ 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 واحدة خذ باخذ واحدة بس ربع واحدة وانتخذ الباقي خلاص والله انت صديقي انت صديقي خلاص اخذها يلا 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 انا انا ياك سخاء يلا يلا انا معك روح طقهم طقهم يا صديقي يا تلعب علي بروح اخذ البوم كبير يا صديقي والله صديقي قوي عيب تعال صديقي طقيت واحد هنا تعال تعال هنا هنا صديقي ترى تلدد مرة صعبة ان نصير اصدقاء فيها ترى بنغدر فيك بعد شوي ما اقدر اصرف معك والله يلا بحميك شكرا والله تبي باندج انت؟ معي باندج يا احمر طيب في ناس فوق نصبر يا روح من قبل عشان لا يا خوي تراك سكيت علي متنا انا وياك مؤيد 1997 يلا معلي يا مؤيد يلا كان جيم حلو ان شاء الله استمتعنا وياك يلا الحين نلعب لعبة كيف تصادق الناس في فورتنايت اول شيء لازم تنزل تاخذ فخ عرفت ثم تنزل على الصندوق هذا تاخذ ام الصندوق كذا وتحط امه وتفجر ام البيت تحط امه وراي وتفجر ام البيت وتحط كذا وتفجر وتفجر ام البيت وتفجر ام البيت عرفت طقهم كذا وخلاص طقهم خلاص كذا بس انت السالفه عرفت بسيطه بسيطه ما تيجي تاخذ الاغراض اللي انت ذبحت الناس فيها لا لازم تاخذ البيت من كل مكان هنا وهنا يعني ما يقدرون يدخلون من ترى من اماكن ثانيه فهمت اوه وين راح البيت انطقيت وش ذي زيده صدقوا المفروض انا عرفت ليش ما فزت لان السكن هذا انا نزلت عنه فيديو اليوم ما اقدر انزل فيديو نفس السكن لازم اغيره يلا يلا نغير بس بعد هذا الجيم ماني فايز هذا الجيم بفوز الجيم بعده سكن سكن صح سوي حركه مره ثانيه صار شلون القنبلة لها فايدة؟ القنبلة شلون لها فايدة؟ ولا واحد معكم مع هيل جت في الحديدة والله لو انها في حديدة كانت في راسه تدرون وش مشكلتي في البث يا في السولو يا اخوان احس اني احس انكم تطفشون يعني وانا قاعد العب اذا ركزت في الجيم تلاحظوني اسكت فهذا الشيء انا تلقاني وانا العب افكر فيه
اقول قاعدين ينظروني لازم تسولف لازم تتكلم تكلم اخلص اذا تكلمت ابدا اقول لا لازم اقرا شات فابدا الخم والله. فهل اذا شفتوني ساكت والعب من جد تطفشون ولا عادي؟ جتني فكره في مخي بشرح لكم طريقه كيف تذبح واحد وانت رقصه. شوف الطريقه. اوه في بنت هنا البنت الورديه شوف شعرها طالع ممطوط للسماء. هنا في القبو في القبو هذا البيت. الله راحت عليك. في واحد طلع من ذاك البيت اصلا. دقيقه خلينا نروح طقه. هذا هو بروفيسور. اوك تبغى رقصه قهر. عليش اسف يا عيال والله اسف. ادري برجع مدكت برجع لها. وين؟ عيب يا بابا زين؟ عيب تطق لي اكبر منك. الو عيب. روح بيوت هذه الثنتين ثم روح صوتي. مين يشيل واحدة ولا متكتين؟ متكتين اشوف. مع ان والله في الفايتات تنفعك مرة كثير. قلت برجع الميني هنا في ثلاث حبات يا اخوان. خلنا ننزل تحت يمكن نلقى ميني ولا نلقى شاك جاك ولا. متربص يا متربص يا متربص. نطق باب الناس. طقوا بابه كذا من اذا قالت لكم امك راح البقاله تجيب لها حليب. برا الزون برا الزون يا سنايبر اصبر. تعالي تعال بالزون تعال بالزون بحتريك هنا. شفتك انت ربص لا ابو ذا الراس. ابو ذا الراس سكن فضيحه المفروض اشوفه من هنا يا رجال. راعي سنايبر شايفه هنا. أنا بشوف هذا راعي سنايبر وين راح؟ السكن من ذاك سكن الغبي. معقول للحين في ذا؟ مستحيل. أوكي هذا هو. هذه اخرتها انا اللي حاسب لك حساب. اترك طقوعي. شفتك الاخر ثانيه.
فره يا شيخ. هلا ابو ذا الفره يا شيخ، ارقى ويرقى، ارقى ويرقى، انزل وينزل، ومحطه ويفتح الكتاب كانه مدرس. هلا ابو ذا الفره. يسمون هذا ما بابوي، ما بايش؟ ما بابوي. افتح. أو! مو بابا بابوي، خلاص امزح امزح. امزح، قلت لك امزح. كخ عليك يا وع. مب تبي اللوت؟ خذ اللوت، ما بي. توحش جاي يطقني على طول يا شيخ. وذاك واحد يبني، جايك جايك، لا تستعجل رزقك. لا تكفى افتح دريشه. اوكي. قاعد يبني قصر ذا. في واحد وراي. وينه؟ سمعت صوت هنا. هذا وين راح هذا؟ باقي واحد ثاني هنا. هذا هو. ليه اللي مدلل انشرات ذا؟ انزل انزل. يا ورع الناس يطقون، اذا طق رجال عرفت تقعد انت زي الكلب. اوكي شوي بس، عرفت يا وحش. ايش بيك انت؟
ولد انت بيلك ايش؟ بيلك نجي بالجنباد ندعس على خشمك حبيبي. بكل بساطة هذه لعبة فورتي نايت. فورتي نايت بسيطة جدا، اسهل مما تتوقعون. انا غيرت سكن. صح عليك يا عمار، اجابة صحيحة.